وقد سيق جميع المتهمين إلى السجن. وفي صباح هذا اليوم هز البورصة العالمية خبر يشبه الزلزال، مما قلب السوق المالية رأسا على عقب. فقد أعلن إفلاس أتيكا وسمنت، وهي شركة من أهم شركات جنوب شرق آسيا، وتعتبر هذه الشركة من كبريات الشركات التي تؤمن القروض لمعظم دول العالم. وإفلاسها أثر بهبوط تصل نسبته إلى 5% في معظم البورصات الأوروبية. وإليكم تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع. أدى إفلاس شركة أتيكا وسمنت إلى ذعر في أسواق البورصة العالمية. ففي جنوب شرق آسيا انخفض مؤشر الأسواق المالية 8 نقاط، أما في أوروبا تأثرت أسواقها بشدة وانخفض التعامل صباح اليوم. لا داك لي همي هلأ، أنت احكي لي. تركتي له رسالة وهربتي. أنت غريبة كتير ياسمين. مضطرة، شو بدي أعمل سيفقي؟ لو قلت له أمي وقعت وانفكشت رجلة كان إجا معي وشاف عمر هنيك، وخالي نوريش مو ببيتها حتى نخبي عند عمر. بدي رد اخترع كذبة تانية؟ بلكي كان بده يعرض عليك الزواج. دخيلك، لو بده كان حكى معي. وأصلا أنا بلشت شك لأني ما عاد أفهم شو عم بيحاول يعمل. صحيح إنه هو رقيق معي وأكابر كتير وشخص مميز، بس لهلأ ما قالي تعي عرفك على أمي، وما قالي خليني أعرف أمك على أهلي. عن جد شغلي غريبة. يعني هلأ ما صار لازم يعرفني عليهم؟ ايه طبعا، يعني هذا الشيء الطبيعي. اوف، ما بعرف يا، انا بحبه كتير سيفكي. عقلي كل الوقت مشغول بصواش. رح تشوفه بعد اليوم؟ دخيلك، هيك هن الرجال، كل واحد عالم لحاله. طيب لروح اشتغل شوي، التهيت كثير عن الشغل. ياسمين، خلص قسمة من الشغل، امتى بتحبي تشوفيه؟ يلا جيبه هلا بشوفه. ماشي. فلست أردا، عملاقة الاستثمار العالمي فلست، شلون بتفلس يا؟ بس أنا نبهتك، قلت لك مخاطرة كبيرة، قلت لك منعمل سلة أأمن ومندخل بكل محل بشوي. أنت صممت؟ ليش ما قلت لي إنه وضع سيء كل هالقد؟ وأنا من وين بدي أعرف؟ شو شايفني أنا محاسب أتيكا وسمنت؟ اطلعت عليها وشفت مخاطرها وجيت قلت لك، بس أنت ما رديت، طمعت بالمصاري. خرب بيتي، حطيت كل المصاري تبع الشركة وسلفة الشغل يلي لسه ما سويناه، والقرض يلي سحبناه من البنك، 7 ملايين دولار بلحظة تبخروا. عمل شي أردا، عمل شي وانقذ لي مصرياتي. روح عني يا، هذا عمار ابني. عمار، مين قالك تلعب؟ شي حلو عال والله، الكل بدهم يصيروا أغنياء بيوم وليلة سهلة.